لقد وصف الإمام الخميني إسرائيل وصفاً واقعياً ودقيقاً جداً عندما سماها بالغدة السرطانية. هذا وجود سرطاني، وكلنا يعلم بأن السرطان طبيعته أن ينتشر في الجسد وأن يفتك، وأن الحل الوحيد للسرطان هو استئصاله وعدم الاستسلام له وعدم إعطاء الفرصة له. إسرائيل هذه تمثل خطراً دائماً وهائلاً على جميع دول وشعوب هذه المنطقة. إسرائيل خطر على الأردن وزوالها مصلحة وطنية أردنية. إسرائيل خطر على مصر وزوالها مصلحة وطنية مصرية. إسرائيل خطر على سوريا وزوالها مصلحة وطنية سورية. وهكذا أيضاً إسرائيل خطر على لبنان وإزالة إسرائيل مصلحة وطنية لبنانية. ومن الحد الأدنى الذي سنسأل عنه يوم القيامة هو عدم الاعتراف بإسرائيل، بأصل وجود إسرائيل، بشرعية بقاء إسرائيل.